عارفين كلنا ان الاوقات الصعبه دايما هي اللي بتبين معدن الانسان الحقيقي وتعرفك اذا كان الشخص اللي قدامك ده شخص صادق فعلا ولا شخص مزيف زي للاسف اغلب الناس اللي ظهروا على حقيقتهم في وقت الازمات وتحديدا في الفتره الاخيره في وقت الحرب على غزه. ولكن دايما في عندنا شخص عمره ما خذل جمهوره والناس اللي بتحبه والناس اللي اتعلقت بيه، دايما كان مع كل ازمه بتواجهنا بتلاقيه اول واحد يقف معانا، اول واحد مننا مش بس بيمثل الشعب المصري، لا ده بيمثل الشعب المصري وبيمثل كمان غالبية الشعوب العربية. الشخصية دي ياما دخلت الفرحة في قلوبنا مش بس بلعبها للكورة لأنه كان من أحرف اللاعبين اللي موجودين في تاريخ مصر، إنما كمان فرح الناس بره الملعب زي دعمه المتواصل لأهالي الشهداء اللي ماتوا في من جماهير نادي الأهلي اللي راحوا في جزارة بورسعيد وغيرها من المواقف، سواء دعموا الأهل غزة قبل كده، دعموا الأهل فلسطين، مواقف كتير مشرفة بتمثل كل العرب. وفي الفترة الأخيرة من ساعة لما بدأ الحرب على غزة امتنع اللاعب الخلوق محمد أبو تريكة واللي احنا بنتكلم عليه النهاردة من الظهور على شاشات بي ان سبورت الرياضية. ليه؟ بسبب الأحداث على قطاع غزة، واختفى تماما عن الأضواء لمدة 40 يوم، ولكنه لم ينقطع عن دعم القضية وظل طوال الفترة دي متفاعل على جميع حساباته على السوشيال ميديا مع القضية الفلسطينية. امبارح ظهرت صورة ل محمد أبو تريكة في صورة جديدة ليه مع تغير واضح في ملامح وشه بسبب غالبا زي ما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حزنه على الأحداث في غزة. الصورة عملت حالة كبيرة من التعاطف مع تريكة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الصورة بشكل كبير. تعالوا نشوف تعليقات أو بعض أهم التعليقات عن الصورة دي، والبداية مع حساب باسم الأهلي اليوم اللي نشر الصورة وقال الصورة اقتحمت التايم لاين وأغلب الكلام عليها حزين إن ملامح تريكة متغيرة وكأنه كبر في السن في شهر. يمكن فعلا ملامحه متغيرة ومع ذلك الصورة دي خلتني فخور بتريكة وفخور اني شايف شخص يقتدى بيه في الحياة، لانه كده فعلا ملامح تريكة اللي اتغيرة دي اكدت لي ان تريكة هو اللي طلب ما يظهرش في قناة بين سبورتس خلال الفترة دي كلها. والصورة دي فكرتني بكلام المعلق محمود ابو ركب لما قال ان كلمة اسطورة ليها شروط، مش بتتقال لمجرد لاعب حلو داخل الملاعب، الاسطورة بيبقى ليه مواقف داخل وخارج الملاعب ولازم يكسبها عشان يبقى أسطورة وعشان تعزز من هويته ومكانة بلده وقوميته. ومواقف تريكة كلها أسطورية، لذلك أعلم من هو أسطورتي. حساب آخر علق على الموضوع وقال ما شفتش عين أبو تريكة بالحزن ده من ساعة وفاة محمد عبد الوهاب الله يرحمه. حساب باسم ابو ساجد غرد عن الصوره وقال الراجل ده يا جماعه عدى مرحله التقييم ده خلاص، الراجل ده بقى مقياس لاي قضيه اسلاميه او انسانيه، مع احترامي لحضراتكم كلمه اسطوره بقت قليله عليه، لازم نشوف لقب يتناسب مع الراجل المحترم ده. مستخدم اخر باسم احمد خضير قال مع اني بشجع الزمالك وبشجع فريق الزمالك ولكني بعتبر محمد ابو تريكه من اشجع الرجال واطهر القلوب ولا نزكي على الله احدا. حساب اخر غرد وقال طول عمري بحب ابو تريكه وبحترمه جدا وبفضله على محمد صلاح والموضوع مش ليه علاقه بالكوره، انا اصلا مش اهلاوي، دايما كنت بشوف تريكه شبهنا قوي وفي اوقات كتير بيكون نفسنا نقول كلام بنلاقي تاني يوم أبو تريكة بيقول زيه وزي موقف تعاطف مع غزة. بص لوش أبو تريكة، أغلبنا دلوقتي حزين من اللي بيحصل في غزة زي أبو تريكة. حب الناس والقبول من عند الله، وتريكة من أكتر الشخصيات المحبوبة مش بس في مصر إنما في كل الوطن العربي، وحب الناس ده مش مجرد عشان لعبه حلو ولا أي حاجة كان بيعملها في الملعب، وإنما بسبب مواقفه اللي دايما بتخلد اسمه معانا.